بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف، مقولة جلالة الملك عبد الله الثاني وشعار الحملة الوطنية الذي اتخذته جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني نصرة للأشقاء في غزة. وفي الجامعة الأردنية مندوبا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز، رعى مساعد رئيس المجلس العين مفلح أرحيمي هذه الحملة، حيث أكد أن جهود جلالة الملك لم تهدأ منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وغيرت المفاهيم الدولية عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والدفاع عن حريتهم وكرامتهم وأرضهم. 138 لقاء ومؤتمر خلال 4 أيام اللي شارك فيه جلالة الملك، إما شخصيا وإما من خلال وسائل التواصل وإما من خلال المكالمات الهاتفية معها، وغير الرأي العام العالمي حول أن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين، والمقاومة ليست إرهاب بل مقاومة لتحرير الأرض بعد ضعف وسائل التواصل اللي تصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية، والتعنت الإسرائيلي بقيادة زعيم اليمين واللي كود نتنياهو اللي لن يقبل إلا بإبادة الشعب الفلسطيني. الأردن ومنذ تأسيس الدولة الأردنية كان وما يزال مساندا للحق الفلسطيني، مرورا بالحروب التي شارك بها الجيش العربي والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وفي ظل الحرب الأخيرة كثف الأردن جهوده بقيادة جلالة الملك دبلوماسيا لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، راسما خطا أحمر لتهجير الفلسطينيين. أول الجهود التي تضوعت لهذا المهمة الكبرى هو الملك عبد الله الثاني، واستمر لليوم. أمس كان في رواندا أيضا يتحدث عن هذا الأمر في موضوع التهجير، وموقف الأردني واضح، هو دعما لأشقائنا في وطنهم، نرفض التهجير ولا نقبل به، ونشاطر الأشقاء المصريين بهذا الموقف. ويجب أن نعلن بوضوح بأن الأردن لا يناقش لا إشي تحت الطاولة ولا إشي مخبى، موقفنا ضد التهجير واضح، سياساتنا واضحة، إسنادنا لأشقائنا الفلسطينيين واضح. موقف الأردن كان ولا يزال ثابتا راسخا في الدفاع بكل ما من شأنه تعزيز البقاء الفلسطيني، ويقف سدا منيعا أمام محاولة المساس بقدسية فلسطين ومقدساتها الطاهرة. سيبقى وطننا واحدا يستظل بأشجارها كل عربي وعربية من أي دولة وديار، ممن لجأ إليه باحثا عن الأمن والطمأنينة والحياة. وسيبقى صوت الأردن عاليا مدافعا عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الصمت العالمي، وستبقى الجهود الأردنية مستمرة حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. طارق الغرير، التلفزيون الأردني.